جيبوا لي نوريكم لي الدفو. اجي جيبوا جروا جروا. واش غلبك غلبك جر شو الخرا تاعي تجر جيبو جر 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 جيبو جر راه ليا راه ليا خنشدو راه راه وصلوا هنايا وتشدو من رجليه وجر جر 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 فجر جر فجر يلا زيد زيد يلا وزيد وزيد صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور صباح الياسمين هدايا نحسي 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 بنيني قولي قولي لي يا نينيسي ها قطش وقت قلت وكرسي صافي عيات طلقك في الدار طلقت في الدار تفوتي تفوت كتقلدي فيا ولا صيفط لك تفويا كتقلدي فيا ولا صيفط لك تفويا واش كتقلدي فيا ولا صيفط لك تفويا قولي لي نطلقك سرحي في الدار بحال ببوجة هلا واه هلا واه هلا وهدايا صبحة ناشطة هلا وهدايا صبحة ناشطة هلا وهدايا صبحة ناشطة وهدايا المرضية انت راه عندك لغة ديال المشاش خيسي يا خيسي يا خيسي على الضحك هدايا ديري خنيفيسة ديري خنيفيسة ديري خنيفيزة ديري خنيفيزة ديري خنيفيزة ديري خنيفيزة ديري بحالي بغيتي صافي خاصر معاك انا ديري خنيفيزة ديري خنيفيزة ماما خنيفيزة ماما ديري خنيفيزة ديري هكا غنحيد هاد النيف غنحيدو 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 يلا دير خنيفيسة هاكاك 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 خنيفيسة خيتي يا خيتي يا خيتي اه قولي قولي رشيد هاشيد 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 قولي قولي بحال البارح قولي قولي هاشيد يلا نوض نشوفو دوك الرجالة ناعسين ولا نعسو بيت النعاس خويتي ولا نعسو وقلنا موسيقى خاف تجي لهم شي حشرة ولا شي حاجة وانا بعت بت في البيت الاخر وبعتو هنا صباح الخير باجر صباح الخير ماما صباح الخير حبيبة صباح الخير الزيونات والفنون صباح الخير ماما صباح الخير صباح خير نو 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 اسلام 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 صباح خير صباح الخير ماما صباح خير اسلام صباح خير ها وقلت لك صباح الخير نقول صباح الخير مو لفتك تجي تقول لي يا صاحبي ها صباح الخير صباح النور اجي بوسني اجي بوسني شوية شافت شوف شوف
شوش كدير يا بيه شو شايفته شو شو فرحة شو فرحة اني كتشوفه شو شو فرحة اني كتشوفه ودي يلعب معاه شو فرحة اني كتشوفه بابا إسلام إسلام بلا بلا باغا تهضر صباح الخير عليكم البنات سامحوني صراحه ما صورت الصباح ولكن كان اليوم ديال الجميع يعني الله جمع الحوايج تغسل الوليدات وبدا اليوم ودابا حنا شادين الطريق ان شاء الله لمراكش غادي من اوريكا من والماس غادي لمراكش ان شاء الله غندوزو فيها غير هذا نص نهار هذا وبالليل غادي نشدو طريق لكازا حيت مراكش الصراحه الكرا فيها غالي 500 درهم من فوق وما كاينش انا صاحبتي جات مراكش دابا تعيطت ليا قالت لي راه ما لقيتش الكرا والو راه حنا باقيين كندورو تنقلبو شوفوا شحال ديال الناس طالعين لاوريكا حنا نازلين دابا مازال لي داز راه اعظم داز طوموبيلات كثار اليوم الحد الناس طلع بزاف لاوريكا واللي طلعوا راه كثار راه ما صورت شوف هاد المراه مسكينه حاشا الربيع طريق العوده هادو كلهم البنات اللي طالعين هكا راه غادي لاوريكا حيت ما كايناش شي وجهه من غير والماس اوريكا سيتي فاطمه ما كايناش شي وجهه لهاد الجهه حيت حنا يلا خرجنا من والماس باقيين في والماس تقريبا يعني يلا درنا ديبار غير دابا شويه هاد الناس كلهم طالعين لاوريكا كون شريتي ليا قصريه مجلجه والله سيدي ما بقيت بغيت شي حاجه هادو بغينا ناخذ الطواجن قالك 40 درهم غنمشيو عند واحد من الطواجن ثاني كنا ديجا شفناه عندو طين كتير عندو طواجن قصار وداكشي كتير باش قصرية غير 47 درهم وطاجين صغير درينا 60 درهم جانا غالي بشحال طينا شريف هذا وانت دابا خدام ولا هز مصاصه غغ قول لي قول لي الفرارح شحال دايرين فرارج لا الفرارح الفراح ديال الخبز عندنا حنا بالفرارج عندنا الفرارج شكرا الله يسير الله يجيب تيسير وبيع وشري معايا هو هذا 10 درهم هذاك 10 درهم يلا ديرو في الطوموبيل بزز بزز والاخر 30 درهم بزز طنطناها دابا نمشي الحمد لله طبيعه ديال الخضار كي دايره تما الدنيا زوينه واعره واعره نمشي بها ديالها كلشي ليها دابا حنا الحمد لله حنا كاينين دابا غادي ندخلوا لمراكش المدينه نشوفوا دابا غنمشيو للمناره هي الاولى داكشي اللي سبقناه فيه الاول المناره هي الاولى عاد جمعتنا المناره بقات هكا وجمعتنا الشارع مع ديغيك هادشي اللي عاقل عليه نهار جيت انا خصني نشوفوا فين غنستاسيون الطوموبيل راه هي كتبيه كتبان منا البنات شوفوا ها هي
يا ويلي طلع ليا اخيرا وصلنا لمراكش الحمراء. ديرها فجر انا اغلب يا العشب مالي العشب والحنة رجع يلا كيما شفتو البنات دابا غنشدو طريق الدار البيضاء ما مشيناش للمناره صراحه ان رشيد الروني الدراري حتى ما بقاوش متحملين مع الجو حار ما بغيناش نشدو الطريق بالليل اي قهوه ما بغيناش نشدو الطريق في الظلام حاولنا ننزل شويه بكري وحتى انا عيت صراحه ويداي بقات كتبكي لنا بزاف ما بغيتش نسكت داكشي علاش شدينا الطريق الدار البيضاء المهم تسالينا شويه شفنا بعويناتنا صورنا الله يجعل بركه باقي ما تغديناش لان ما لقيناش داكشي اللي بغينا في جبل الحنا لقينا باقي ما حطوش وصافي خرجنا من تما على اساس غنتغداو في الطريق باقي ما لقيناش شي استراحه في الغادي نوقفوا نتغداو غنتغداو ان شاء الله ونكملوا الطريق الله يوصلنا بالسلامه يا ربي وانتم معانا وصلنا لمحطه الاستراحه ديال سيدي بوعثمان ناكلو بعدا كاينه جانا الجوع الدراري بقاو شي بشي المهم مقيناش يم بيتزا داكشي اللي بغا المهم حنا غنشوفو شنو غادي يقدمو لينا صارينا ساندويشات وحيت كاين طواجن طواجن صافي شبعنا منهم وقنعنا نشوفو ساندويشات ونشوفو شي صلاد كاين صلاد دايره 49 درهم نشوفها هادو لي سندويتش هنا كولو هادو كولو هادو كتا ها الصلاد جاي ماشي نقول لك هادو بنات هادي صلاد سيزار شكي كتكون فرماج طون توست والبولي دجاج ماشي طون ما فيهاش طون هاد القرقاع مطيشه والخس الحمد لله تغدينا دابا وغنشدو طريق لكازا عرفتي يبطا عليا غير متنوصل لداري صافي هاد الوقت البدل الضائع ولكن كيجيني طويل يلاهو يلاهو سلام ما عيتوش هذا راه ما عياوش يلا
كي جاتك خارجه معايا بالكدور زوينه مراو ديال الزمان مراو قاده ولا لا واحد القضيه الا كنتي خارجه ومعاك ثلاثه ديال الترابيات راه من اصعب ما يكون علاش لان اسلام وفجر واخا تيبانوا لكم اربع سنين ونص راه تما ترابيات عندي انا مازال ترابيه لانك كيعول عليك في كل شيء تيعول عليك في الحمام الا بغى يدوش تيعول عليك الا بغى يدخل الطواليط تيعول عليك الا بغى ياكل في كل شيء جميع المسائل ديالو حتى شي حاجه ما تيديروها ولا دير راسهم يقدر يمدلك شي حاجه اما شي حاجه كتتعلق به مستحيل انه يديرها بوحدو وهدايا خلاص هدايا راه الا ما هزيتيهاش ما غتمشاش يعني باش انك تبدلي وتغسلي وتدوشي وتلبسي وتصبني وتخرجي راه صعيبه وحتى خلاص الا كنتي خارجه في عطله يعني الا كنتي مسافره لان خاصهم يكونوا في احسن يكونوا نقيين يكونوا لابسين مزيان ملي كيخرجوا في النهار مثلا ملي مشينا لاوريكا تيضلوا يعوموا في الواد يعني في العشيه ملي رجعوا خاصهم يدوشوا يلبسوا حوايج ديال النعاس ما تنخليش لهم نفس الحوايج يعني راه صعيبه انك تخرجي معك ثلاثه ديال الطربيات وهادشي كان مخوفني ولكن الحمد لله يعني كلشي داز بخير نشاطنا ضحكنا خرجنا تسارينا حتى شي حاجه ما بقات لي في خاطري الحمد لله. هنا يا البنات كنت وصلت لداري وبدلنا ودوشت للدراري وخرجت باش نشوف الوالدة ديالي مشيت عندها ديت وليداتي وخليت يدي ناعسه مع باباها في الدار شوف الفرحة حيت وصلت لكازا المهم دازت الخريجة بخير الحمد لله وكنشكركم بزاف وكنقول لكم دعمونا ديرو لي ابوني وشكرا لكم وتصبحوا على خير.